قاتل من أجل النجومية حتى حققها، من الأندية الشعبية إلى نجم كأس الخليج. إنه العراقي إبراهيم بايش. إبراهيم بايش مواليد 2000، بدأ مسيرته في الأندية الشعبية في مدينة الصدر ببغداد، ثم احترف مع نادي الصناعة وزاخو ونفط الوسط والزوراء، وحاليا يلعب في خط وسط نادي القوة الجوية والمنتخب الوطني. عانى إبراهيم من بعض الإخفاقات وسوء الحظ في الملعب، مما أدى إلى تعرضه لانتقادات حتى أصيب بالحجارة خلال إحدى المباريات من قبل أحد ضعفاء النفوس. ولكن رد بايش كان في الملعب بين أداء رائع ومهارات فردية متقدمة وإبداع في صنع الأهداف وتسديدات صاروخية، نال إبراهيم جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج 25، وأبدع بشكل كبير في بطولة كأس آسيا الأخيرة. شارك برسائلكم بالتعليقات لمحبوب الجماهير العراقية إبراهيم بايش. وفيما الله.